المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية انطلاق التدريب الجوي المشترك نسور النيل 2 والذي تجرى فعالياته بقاعدة مروة الجوية بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة في البلدين. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حذر فيها من اللجوء لأمر يهدد استقرار المنطقة على تهديد حصة مصر من المياه. وفي سياق متصل أعربت كل من السعودية والبحرين وعمان عن دعمها للموقف المصري والسوداني في أزمة السد باعتبارها قضية أمن قومي عربي، بينما دعا بيان إماراتي الدول الثلاثة لاستمرار المفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول السد. وبالتزامن قال السفير الإثيوبي بالقاهرة إنه سيتم استئناف المفاوضات قريبا للتوصل إلى اتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، فيما دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي اليوم الولايات المتحدة للانخراط في تفاوض يلزم الطرف الإثيوبي بالامتناع عن ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. السلام عليكم. السلام. من قرب هذه المرة تلامس الولايات المتحدة قضايا السودان الملحة. سد النهضة يتقدم وتداعياته هذه القضايا. في زيارته الحالية يبحث المبعوث الأمريكي للسودان عن أرضية مشتركة تضمن حلا لقضية السد الشائكة. فمصر تصعد في موقفها بشأن حصتها المائية، والسودان في المقابل يبدو أكثر حرصا على أن تستوعب الولايات المتحدة رسائله بشأن الموقف من ملء بحيرة السد الأثيوبي. موقفنا أنه لا يمكن أن يبدأ ملء السد دون توصل لاتفاق، ونحن نعتقد أنه الوساطة الرباعية يمكنها أن تساعد الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق يراعي مصالحها ويحفظ حقوقها. كل الخيارات والاحتمالات المتعلقة بقضية سد النهضة طرحت أمام المبعوث الأمريكي. اللقاءات ركزت على معرفة الجوانب المحيطة بملف السد الأثيوبي. دبلوماسيا كانت الخرطوم أكثر تركيزا على دور أمريكي يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف، وهو ما يجعل التساؤل حاضرا بشأن اختراقات متوقعة في الملف من الجانب الأمريكي. أعتقد الاختراق الحقيقي سيكون هو التهدئة، وأمريكا ستكون في دور الوسيط المقبول لدى كل الأطراف، وهم راغبون أن لا يستمروا في نهج ترامب الذي أوقف الدعم الأمريكي عن أثيوبيا وانحاز إلى مصر بوضوح. وإلى شهر يوليو المقبل تأمل الخرطوم بنجاح الوساطة الدولية في إنهاء الأزمة الراهنة. الوساطة التي اقترحتها الخرطوم شرعت في تحركاتها، تحركات لم تتضح بعد نتائجها وتفاصيلها. يتمسك السودان بمقترح الوساطة الإفريقية لحل أزمة سد النهضة وتدعمه في ذلك مصر، مقترح ترفضه أثيوبيا المتمسكة بخيار الحل الإفريقي. وبين الموقفين تقول الولايات المتحدة إنها تسعى لتلمس نقاط الخلاف عن قرب وإيجاد مقاربة عاجلة في المواقف لحل أزمة السد الأثيوبي. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالأستاذة أسماء الحسيني رئيس قسم الشؤون العربية والأفريقية في صحيفة الأهرام، وأيضا سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم الكاتب الصحفي عالم الدين عمر. أبدا معك أستاذة أسماء. بتصريح السفير الإثيوبي في القاهرة بعد التصريحات التي أدلى بها بالأمس الرئيس السيسي واعتقد أو رأى فيها البعض تهديدا واضحا باحتمالية اللجوء إلى القوة، السفير يتحدث عن ضرورة استئناف المفاوضات قريبا، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنها لابد أن تكون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفض مصر والسودان وترغب باقي الأطراف في أن يكون هناك وسطاء آخرين بخلاف الاتحاد الإفريقي. كيف تقيمين هذا التصريح في اليوم التالي لتصريحات الرئيس السيسي؟ نعم، بالطبع تصريحات السفير الإثيوبي في القاهرة هي أول تصريحات تأتي من إثيوبيا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التصريحات في رأيي ليس فيها جديد وتتسم بلغة إيجابية، لكن هي في واقع الأمر تعكس النهج الإثيوبي الذي ظل يصر على نهجه
الذي ترفضه مصر والسودان، والحديث فيه هو حديث فضفاض مراوغ ليس فيه جديد. استمرار الوساطة الأفريقية هو أمر ترفضه مصر والسودان، اللذان يصران على وساطة رباعية تقودها الكونغو رئيسة الاتحاد الأفريقي حاليا. وبالطبع هناك أزمة ثقة كبيرة جدا وفجوة كبيرة جدا الآن بين مصر والسودان من ناحية، وبين إثيوبيا من ناحية أخرى. هم يرون أنها ضيعت وقت طويل، 10 سنوات الآن مضت منذ بناء السد، وعشرات الجولات من المفاوضات بدون طائل، وبالتالي كانت هذه اللغة الحاسمة القوية في خطاب الرئيس السيسي، التي هي موجهة في واقع الأمر لأطراف عديدة في المجتمع الدولي، يحذرهم من مغبة استمرار الأزمة كما هي عليه، وأنه يمكن أن ينتج عنها أوضاع كارثية لن يحتملها العالم، لأنه سيكون فيها أضرار بارغة على حياة ملايين البشر في مصر والسودان، سيتضررون من انفراد أثيوبيا بهذه الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة وتشغيله بدون أي اتفاق مع مصر والسودان. نعم، أنتقل إلى الخرطوم، إلى ضيفي عالم الدين عمر. السيد عالم الدين، نبدأ بالمناورة أو التدريبات الجوية المشتركة التي شهدتها السودان بمشاركة من القوات الجوية المصرية والسودانية. هل من دلائل هذه المناورة أو هذه التدريبات بعد يوم واحد من تصريحات السيسي، أم أنها مجرد مصادفة؟ نعم، هي بالتأكيد ليست مجرد مصادفة. الأمر برمته يتسق مع جملة ترتيبات فنية عسكرية وسياسية انتظمت ساحة المثلث الإثيوبي المصري السوداني خلال الفترة الماضية. لأول مرة في تاريخ هذه الأزمة ربما يتسق الموقف السوداني ويتماهى تماما مع الموقف المصري في هذه القضية الحساسة، التي بدأ أن أثيوبيا يعني حاولت أن تراوغ في قضية الزمن باعتباره النقطة الأبرز لصالح أثيوبيا في المضي قدما في عملية المرحلة الثانية من ملء السد، ولكن هذه الجزئية بالتحديد هي ما قادت السودان ومصر للاتفاق الكامل على كافة تفاصيل حل الأزمة، وكيف يمكن أن يكون مسار أو تحديد مسار الحل المباشر عبر الوساطة الرباعية. وبالتالي أي عملية تشاور أو مناورات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية حتى تنتظم الساحة في هذه الأيام هي ليست وليدة الصدفة، بل هي ترتيب دقيق جدا لقيادة الأزمة نحو النهايات. ينبغي أن تعلم أثيوبيا الآن أنها وضعت نفسها ووضعت العالم في مواجهة قضية في غاية الحساسية وفي غاية التعقيد، تمس مباشرة الأمن القومي لأكثر من 140 و 160 مليون نسمة في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وبالتالي لا يمكن أن تقرأ هذه المناورات إلا في هذا السياق. طيب، يعني خلينا نسأل سؤال ربما يتردد في ذهن الكثيرين، وهو لماذا تأخر الإحساس السوداني بالخطر؟ يعني لو تحدثت حتى بشكل شخصي عن الحوارات التي أجريناها هنا في هذا البرنامج بخصوص سد النهضة، حتى أشهر قليلة مضت جميع الضيوف السودانيين كانوا يتحدثون بأريحية كبيرة ويرغبون في تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر. طرحت أو بعض الضيوف حتى أكدوا أن سد النهضة سيكون له منافع كبيرة على السودان. هل تأخر الإحساس السوداني بخطورة سد النهضة بعض الشيء؟ هو من الناحية الديوانية لم يتأخر الإحساس بخطورة هذه القضية، ولكن السودان كان يسعى لتجنيب المنطقة هذه المآلات يعني، وكان يمكن أن وكان لديه أمل في أن المفاوضات يمكن أن تفضي لنهايات منطقية لهذا الأمر يعني الحساس. وبالتالي كانت الدولة السودانية تعمل تحت الطاولات بصورة واضحة وتمضي بهذا الملف لنهايات الآن يعني تشكلت رؤى مختلفة حولها، ولكن كانت الدولة السودانية تتعشم في ذلك الوقت أن تفضي المفاوضات إلى نهاية منطقية، وكانت تراهن على التماسك الجبهة الداخلية الإثيوبية التي يبدو الآن أنها انفرطت، أدخلت إثيوبيا الآن نفسها في معركة غريبة جدا يعني بكافة المعايير في الحدود الشرقية مع السودان وفي هذا الملف المعقد. والآن يعني واضح أن حكومة أبي أحمد تحاول أن تكسب الزمن وتحاول أن تتجه بالقضية برمتها للبيت الداخلي الأفريقي
وهي التي ذهب عنها الزمن زمن كثيرا يعني، وليس الحكومة السودانية، ولكن السودان كان يحاول ما أمكن تجنب المواجهة الحالية، ويبدو أن الجهود في ذلك قد فشلت فشلا ذريعا يعني. تمام سيد، أعود مرة أخرى إلى الأستاذة أسماء الحسيني. أستاذة أسماء، هناك حديث عن أن إذا كانت مصر والسودان تريدان فعلا حل الأزمة فالتلويح بالعصا فقط ليس هو الحل، لكن يجب أن يتزامن معه في نفس الوقت تلويح بالجزر. مهم وضروري أن يكون الخطاب قويا، أن تشعر إثيوبيا بأن هناك رد فعل قوي قد لا تحتمل في حالة عدم الوصول إلى الاتفاق، لكن في المقابل هناك من يرى ضرورة أن تقدم حوافز أيضا إلى إثيوبيا حتى يعني يمنح لها مجال للتراجع. هذه الحوافز يستغلها داخليا، يحاول إقناع شعبه بها، خصوصا أنه في تصعيد كبير جدا داخلي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. هل تستطيع مصر والسودان وأطراف دولية أخرى أن تقدم سلسلة من الحوافز والمشروعات التنموية لإثيوبيا في مقابل تراجعها عن هذا الموقف المتعنت؟ نعم، أعتقد أنه ذلك كان مطروح يعني في وقت مبكر، في كان هناك مطروح صندوق للتنمية للشعوب الثلاث، وكان هذا يعني أنه تكون هناك مصالح مشتركة كبيرة و تتحقق، لكن المفاوضات وطول أمدها والتعنت الإثيوبي والمراوغات كل ذلك ولد فجوة عميقة من عدم الثقة بين الأطراف، وفاقم الوضع وأقصى بعيدا الحديث عن هذه المشروعات المشتركة الكبيرة التي كان يجب بالفعل أن يتم الحديث عنها، ليس منذ بدء فقط في تشييد سد النهضة، وإنما منذ أبد بعيد بين دول الحوض النيل كلها، لأنه للأسف هذه الدول التي يربطها نهر واحد لم يتحقق بينها مصالح كبيرة تعظم الفوائد والمنافع والروابط والعلاقات. كان يجب أن يكون هناك أيضا علاقات ثقافية ومعرفة ومعرفية تولد المعرفة بين الشعوب. يعني إحنا في مصر وكان هناك دائما تباعد بيننا وبين أشقائنا في أفريقيا الذين ينظرون إلى الشمال الأفريقي كله وكأنه ليس جزء من القارة، وينظروا لمصر والسودان ومصر بالذات وكأنها هي المستفيدة من نهر النيل. أنا أعتقد أن الآن أي وساطة تدخل، والوساطة الرباعية التي طرحتها السودان ووافقت وأقرتها مصر هي شكل ملائم للحديث عن هذه المنافع المشتركة التي يمكن أن تتحقق بين الدول، وأيضا تقديم الجوانب الفنية الملائمة للوصول إلى حل يحقق كما قال المبعوث الأمريكي اللي يوفر الكهرباء لأثيوبيا، الأمان للأراضي والسدود الأثيوبية، المياه التي تحتاجها مصر. هناك معادلة كسبية نفعية ليخرج منها الجميع رابحون، وتستطيع هذه الوساطة أن تفعل ذلك، ولن يخترع أحد العجلة لأنه هناك قوانين دولية وهناك سوابق في العمل الإنساني المشترك في الأنهار العابرة للحدود. كل هذه الأمور يمكن أن تساعد الأطراف على الحل، لكن بشرط أن يمارس الضغط على إثيوبيا من أجل الجلوس في مائدة مفاوضات يتحول فيها الولايات المتحدة إثيوبيا تقول أنها لا تمانع من الجلوس على مائدة المفاوضات، لكن بشرط وجود الاتحاد الإفريقي فقط كوسيط. نعم، وتصر على عدم ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم. في الوساطة الرباعية المطروحة الاتحاد الأفريقي سيكون موجود وسيكون قائدا لهذه الجهود، وبالتالي لا داعي عن الحديث ماذا يضير أثيوبيا إذا كانت الوساطة ثنائية ثلاثية رباعية، هي آلية من أجل الوصول إلى حل. لكن أثيوبيا تعتقد أنها عبر سد النهضة يمكن أن تمسك بزمام الأمور في المنطقة وتستخدمه استخداما سياسيا. المشكلة ليست في الإجراءات التي تتم، المشكلة أن إثيوبيا تريد أن تجعل من هذا السد سابقة تكررها
بدون الحاجة إلى اتفاق أو توافق مع مصر والسودان في سدود أخرى، وهذا هو الأمر المؤرق للبلدين والمؤرق لهم إنه أثيوبيا هي التي ستكون المتحكم في الأمر، تزيد المياه وقتما تريد، تمنعها متى تريد. هذا الأمر مرفوض تماما، وبحاجة إلى أن يكون هناك اتفاق عادل ومنصف وملزم، وليس كما حاولت أثيوبيا أن تجعله اتفاقا استرشاديا تضرب به عرض الحائط متى أرادت، كما فعلت في اتفاق المبادئ الذي تتحجج به الآن. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل الحسيني، رئيس قسم الشؤون العربية والإفريقية بجريدة الأهرام. سيد علام الدين، أعود إليك بسؤال حول ما يمكن أن تقوم به الأطراف الخارجية في هذه القضية أو في هذه الأزمة. حدث عن الطرف الأمريكي اللي النهاردة تحدث بوضوح عن أنه يرفض أي إجراءات أحادية من أي طرف في القضية، ما يعني ضمنا الدعم للموقف الإثيوبي والمصري في هذه القضية، لأن من يرغب في اتخاذ إجراء أحادي هي إثيوبيا. أيضا وزيرات الخارجية السودانية تحدثت عن ضرورة أن تطلع الإدارة الأمريكية والاتحاد والولايات المتحدة بدور في هذه القضية. في حديث أيضا على الاتحاد الأوروبي، في حديث عن دول خليجية. ما حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الخارجية لمحاولة تقريب وجهات النظر؟ نعم، هو الموقف المصري السوداني اتسق خلف ضرورة اللجنة الرباعية للمساهمة في نزع فتيل هذه الأزمة. الحقيقة أن أثيوبيا يعني أربكت المشهد برمته من خلال التصعيد الميداني المتوالي، فبينما تتحدث الأطراف عن طاولات تفاوض وعن وسطاء، كانت أثيوبيا تتحدث عن ترتيبات فنية للبدء في المرحلة الثانية من ملء البحيرة في يوليو القادم، وهو تقريبا منتصف الخريف بالنسبة لمنطقة السهل السوداني. يعني هذه القضية أربكت المشهد برمته من الناحية الفنية. الآن الخبراء السودانيين يعكفون على وضع تدابير لمعالجة الأمر إذا أصرت أثيوبيا على هذا الجانب وأصرت على ملء البحيرة في التوقيت الذي أعلنته، وبالتالي ستكون هذه القضية قد شهدت تعقيدا غير مسبوق وربما لا يمكن إدراكه إن تم هذا الأمر بهذه الطريقة، ما دفع القيادة المصرية كذلك للتعبير بموقف قوي غير مسبوق كذلك في المشهد إذا هذه القضية المعقدة. اللجنة دعنا نقول الرباعية التي تم اقتراحها هي معنية حقيقة الآن بوضع حد التصعيد الأثيوبي ووضع حد لمحاولة العمل الأحادي على الملأ البحيرة. لكن ماذا لو استمرت أثيوبيا في رفض هذه اللجنة؟ لأن هذا التوقيت سيكون توقيت كارثي. هو لا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي الذي تستند إليه أفريقيا الأثيوبي وتراهن عليه سيقر هذا الأسلوب الأثيوبي في التعامل مع القضية، وبالتالي الآن التدخل الخليجي كذلك واضح أنه يسعى لنزع فتيل الأزمة من هذه الزاوية. الإمارات تتدخل بقوة، الوفد السوداني وزاري كان في أبوظبي بالأمس، عادل الخرطوم، الدكتورة مريم الصادق في القاهرة، تقاطعات كبيرة انتظمت الملف، فيما يبدو أن الآن الغطاء السياسي لهذه القضية وصل إلى القمة، وبالتالي لا بد من تدخل قوي. أثيوبيا بعثت برسالة للمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، وهو الآن متواجد في الخرطوم كذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر، ولكن القضية يعني وصلت مرحلة التعقيد الأخير الذي لا مفر بعده من إيجاد حل تفاوضي لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإعادة جميع الأطراف إلى طاولات التفاوض، لأن هذا هو الحل الوحيد. ليس هنالك الآن أي خيار آخر أمام الجانب الأثيوبي إلا أن ينصاع لصوت العقل ويعود إلى طاولة التفاوض، باعتبار أن القضية الآن أصبحت قضية أمن قومي للدولتين مصر والسودان، قضية أمن قومي للمنطقة، منطقة شمال أفريقيا، منطقة الشرق الأفريقية كلها، ومنطقة المنطقة العربية كذلك. السعودية اليوم قبل قليل يعني أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان داعم للموقف السوداني المصري، وبالتالي يبدو أن هنالك تحشيد سياسي ينتظم القضية. ستكون الخاسر الأكبر منه هي إثيوبيا إن استمرت في التعنت تجاه هذه القضية. الولايات المتحدة يبدو أنها أحرجت من الموقف الأمريكي وبدأت تتحسس مواقفها. هنالك يعني جراحات كبيرة انتظمت الدولة الأثيوبية خلال أواخر عهد الرئيس ترامب، حيث اتجه الدعم الموجه للمنطقة كله حتى سياسيا لناحية الشمال، ووجدت أثيوبيا نفسها بدون غطاء دولي، وبالتالي هي الآن في موقف لا تحسد عليه. أعتقد من منصة المراقبة المجردة
أن أثيوبيا الآن لا ليس لديها أي سبيل آخر بخلاف محاولة نزع فتيل الأزمة بأقل الخسائر الممكنة والعودة إلى الطاولات بأسرع وقت ممكن لمحاولة لملمة شعث التصريحات الغريبة التي يعني صدرت عن الدولة الأثيوبية في هذا العهد، وهي ظلت متماسكة خلال العهود السابقة بطريقة أدهشت العالم صراحة. شكرا جزيلا سيد عالم الدين عمر الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم.